اول حاجه هناخد فيها vocabulary او المفردات، وبعد كده grammar and structure. هناخد مع بعض النهارده direct and indirect questions، وبعد كده هناخد exercises. So let's get started. اول حاجه زي ما احنا شايفين مع بعض، العنوان بتاع اليونت بتاعنا اسمه travel arrangements، بمعنى ترتيبات السفر. نبتدي مع بعض نشوف المفردات بتاعتنا او vocabulary. اول كلمه معانا book، بمعنى ايه؟ احنا طبعا عارفين زي ما احنا كنا اخدناها قبل كده book بمعنى كتاب. النهارده هناخد كلمه book بمعنى ايه؟ as a verb، هناخدها كفعل. I'd like to book a room for Mr. علي شريف، يعني انا اود ان ايه احجز غرفه لمستر علي شريف. يبقى هنا استخدمنا book as a verb بمعنى يحجز. طيب الفعل ده هل هو regular ولا irregular verb؟ يعني هل الفعل ده فعل منتظم ولا غير منتظم؟ يعني ايه غير منتظم؟ يعني ايه منتظم؟ منتظم يعني احنا بنضيف له ed لما بنحطه في زمن الماضي او لما بنستخدمه في زمن الماضي. ايوه هو فعل منتظم زي ما احنا شايفين في المثال I booked a room for Mr. علي شريف yesterday. كلمة اللي بعد كده certainly، نشوف مع بعض المثال بتاعنا certainly madam who is the room for. احنا شفنا في الحوار اللي كان موجود عندنا في كتاب الستودنت بوك، كان في حوار بين سالي وموظف الحجز، كانت بتقول له ان هي عايزه تحجز غرفه، فرد عليها قال لها certainly madam who is the room for، بالتاكيد يا سيدتي الغرفه دي هتحجزيها لمين. يبقى certainly بمعنى ايه؟ بالتاكيد. بعد كده عندنا كلمة quiet زي ما احنا شايفين في المثال the rooms are quiet. the rooms are quiet يعني الغرف ايه؟ هادئة. يبقى كلمة quiet بمعنى ايه؟ هادئ. كلمة quiet بمعنى هادئ. كلمة اللي بعد كده noise زي ما احنا شايفين في المثال مع بعض Mr. Ali doesn't sleep very well if there's a lot of noise. يبقى هنا كلمة نويز بمعنى ايه؟ مستر علي ما بيعرفش ان هو ينام بصورة جيدة اذا كان هناك ضجيج او ضوضاء حواليه. يبقى كلمة نويز بمعنى ضوضاء او ضجيج. نشوف مع بعض الكلمة اللي بعد كده view زي ما المثال بتاعنا بيوضح مستر علي wants a room with a view on the river Thames. يعني ايه؟ يعني مستر علي بيريد غرفة بتطل على منظر على ايه؟ على نهر اسمه تيمز. يبقى في كلمة view بمعنى ايه؟ بمعنى منظر. view بمعنى منظر. كلمة اللي بعد كده فعل اسمه reserve. reserve. I'll reserve a room with a view for Mr. علي شريف. طيب انا ممكن استبدل كلمة reserve بكلمة ايه؟ book. يبقى اذا الفعل reserve ممكن استبدله بالفعل ايه؟ book. الاثنين بمعنى يحجز. يبقى I'll reserve a room with a view for Mr. علي شريف، انا هحجز غرفة بمنظر بتطل على منظر لمستر علي شريف. طيب فعل reserve هل هو فعل منتظم يعني regular ولا irregular verb؟ طبعا هو فعل regular verb يعني فعل ايه؟ منتظم، بنضيف له ed لما بنستخدمه في زمن الماضي. بعد كده confirm. confirm شوف معنى الفعل اللي معانا ايه. Can you confirm the reservation writing please؟ يعني هل تستطيعي او هل تستطيع ان تؤكد الحجز كتابة من فضلك؟ يبقى كلمة confirm يعني يؤكد، فعل بمعنى يؤكد، والفعل ده فعل منتظم يعني بنضيف له ed لما بنستخدمه في زمن الماضي. شوف الكلمة اللي بعد كده by fax، وعندنا كمان باي ايميل. لما نيجي نأكد الحجز بنأكده اما عن طريق الفاكس او مثلا عن طريق الايميل. يبقى ازاي اقول كلمة عن طريق الفاكس؟ اقول باي فاكس. لو انا عايزة أأكد الحجز عن طريق الايميل باي ايميل زي ما احنا شايفين في الاكزامبلز اللي معانا I'll confirm the reservation by fax today. انا هأكد الحجز بواسطة الفاكس اليوم او النهاردة. By email I'll confirm the reservation by email today. انا هأكد الحجز بتاعي النهاردة عن طريق ايه؟ عن طريق الايميل. Arrival date زي ما المثال عندنا بيوضح
Mr. Ali's arrival date is on 10th February. لما السكرتيرة بتاعته حبت ان هي تحجز له الغرفة بتاعته، كان المفروض ان هو هيوصل على يوم 10 وهيغادر بعد 3 ايام او 3 ليالي. يبقى هو his arrival date، يبقى Mr. Ali's arrival date يعني تاريخ وصول Mr. Ali، arrival date بمعنى تاريخ الوصول، is on 10th February، هيكون يوم في العاشر من فبراير. طب احنا قلنا ان تاريخ المغادرة بتاعته هيكون بعد 3 ليالي، يعني هيكون في يوم 13 فبراير، يعني his departure date بمعنى تاريخ الرحيل او المغادرة. Mr. Ali's departure date is on 13th February، يعني مستر علي تاريخ الرحيل بتاعه او المغادرة بتاعته هيكون يوم 13 فبراير، او في 13 من فبراير. شوف مع بعض الصورة اللي قدامنا. Picture A، شايفين فيها ايه؟ شخصين، يعني شابين واقفين، واحد بيشاور بايده ناحية الاتوبيس. طيب احنا كده فهمنا من الصورة ايه، او استنتجنا منها ايه؟ استنتجنا ان هما اتنين في نفس الفئة العمرية، وواحد تقريبا بيسأل على حاجة، معنى ان هو بيشاور على الاتوبيس يعني بيسأل على الاتوبيس. لما يكونوا اتنين في نفس المرحلة العمرية يعني بيسأل سؤال، هيسأل سؤال ازاي؟ يعني هيوجهه مباشرة، السؤال هيكون مختصر وبسيط والإجابة برضو هتكون مختصرة. نشوف كده مع بعض. Is this bus for Oxford Street؟ يعني هل الأتوبيس ده متوجه لشارع أكسفورد؟ الشخص اللي قدامه قال له yes، يعني إجابة مختصرة جدا، يعني ببساطة قال له الأتوبيس ده هيتوجه لشارع أكسفورد، قال له أيوه. طيب نقارن بين ده وبين السؤال أو الصورة اللي بعد كده. شايفين في بيكتشر بي عندنا في شخصين برضو، في سيدة وفي رجل كبير في السن. طبعا لو في حد كبير في السن احنا بنبقى لازم ان احنا نظهر له احترام اكتر، يعني مش بنفس الطريقة اللي احنا بنتكلم بيها مع بعض. طيب ازاي ابين اخلي في extra polite question، ازاي اعمل كده؟ نشوف مع بعض هنستخدمه ازاي. Excuse me, can you tell me whether this is the bus for Oxford Street؟ من فضلك، معذرة من فضلك، تقدر ان انت تقول لي هل الاتوبيس ده متوجه لشارع اكسفورد؟ هو جاوب عليها قال لها yes it is، اجابة رسمية واجابة كاملة. طيب لما احنا نحاول ان احنا نوجه كلام extra polite، يعني نسأل سؤال يكون مهذب بصورة اكبر، ان احنا بنستخدم فيها الغير مباشر، وده بيوصلنا للقاعدة بتاعتنا النهاردة، direct and indirect questions، ازاي اكون السؤال المباشر واكون السؤال الغير مباشر. طيب احنا زي ما احنا عارفين ان في عندنا في اللغة بتاعتنا في نوعين من الاسئلة، yes no questions، الاسئلة اللي بنجاوب عليها بyes or no، و wh questions، الاسئلة اللي بنستخدم فيها ادوات او كلمات الاستفهام. زي ايه؟ على سبيل المثال who، why، how، where، when، تمام؟ دي كلها بنستخدمها في سؤال WH question. طيب قبل ما نبتدي ان احنا نكون الاسئلة ونحولها للغير مباشر، لازم نكون عارفين نقاط هامة نحطها في ذهننا. ايه هي؟ اول حاجة ان الجملة عندنا في اللغة الانجليزية لها ترتيبة معينة. يعني ايه لها ترتيبة؟ يعني انا ببتدي ب subject او الفاعل، وبعد كده بعد الفعل بحط الفعل بتاعي. الفعل بتاعي اللي احنا بنسميه ايه؟ بنسميه verb. طيب الفعل عندنا ممكن ان انا بستخدم الفعل، يعني بيكون في فعل واحد في الجملة main verb او الفعل الرئيسي بتاعي، ممكن بستخدم الفعل الرئيسي ده وبيكون معاه فعل مساعد او helping verb auxiliary verb. يعني ايه؟ يعني ايه الفعل المساعد؟ الفعل المساعد ده يعني زي verb to be، verb to be زي am، is، are، was، were. طيب verb to do، do، does، did. verb to have، has، have، had. دي افعال ايه؟ مساعدة. وكمان عندنا modal verbs، الافعال الناقصة، زي can، could، shall، should، will، would، may، might. وفي عندنا must. دي كلها لو احنا كانت موجودة عندنا في الجملة بتاعتنا مع الفعل الاساسي، بنعمل ايه لما نيجي نكون سؤال yes no question؟ لازم بتكون في بداية السؤال، وده هنطبقه مع بعض دلوقتي. يلا بينا نشوف.
زي ما احنا شايفين direct and indirect questions, yes no questions. يبقى الأسئلة اللي نبتدي بيها النهاردة yes no questions. شايفين الجملة اللي عندنا the rooms are quiet. The rooms are quiet معناها ايه؟ معناها ان الغرف هادئة. تمام؟ طيب الغرف هادئة. طيب الفعل بتاعنا فين؟ اهو الفعل بتاعنا are. طيب احنا بادئين الجملة بايه؟ subject اللي هي the rooms, وبعدين verb اللي هو are, وبعد كده كملنا الجملة بتاعتنا. طيب لما اجي اكون سؤال yes no question على الجملة دي بعمل ايه؟ اول حاجة بحط الفعل اللي هو ايه الفعل عندي اللي هو are, verb to be. يبقى ما يكون عندنا verb to be بنحطه ايه في بداية السؤال. تمام؟ بعد كده بنعمل ايه؟ الترتيب بتاعي بيكون ازاي؟ يبقى الفعل الاول اللي هو فعل verb to be او الافعال المساعدة لو في افعال مساعدة عندنا, وبعد كده subject, وبعد كده بكمل السؤال بتاعي وبحط ايه الquestion mark بتاعتي. طب هناخد بقى السؤال اللي معانا ده are the rooms quiet, وبعد كده هنحوله للغير مباشر. في بقى خطوات هنتبعها مع بعض واحنا بنحول السؤال ده لغير مباشر. اول حاجة عندنا البداية بتاعتنا he wants to know. البداية مثلا اللي هم حددها لك في الامتحان he wants to know. نشوف الاول زمن السؤال بتاعنا. زمن السؤال بتاعنا زمن مضارع, والبداية اللي احنا هنبتدي بيها في الغير مباشر برضو زمن مضارع. يبقى اذا احنا كده مش هنغير في الزمن. تمام؟ طيب الخطوة التانية رقم 2 هنعمل ايه؟ هنحط كلمة weather, او ممكن نستخدم كلمة if. احنا استخدمنا هنا كلمة ايه؟ weather, يعني هو يريد ان يعرف اذا. بعد كده الخطوة اللي بعدها هنعمل ايه؟ هل هناخد السؤال بنفس الترتيب بتاعه ده؟ لا, ده احنا هنرجعه زي ترتيب الجملة الاولانية بتاعتنا. يعني ايه؟ يعني بعد كلمة weather بنحط ايه؟ the subject اللي هو عندنا the subject او الفاعل عندنا ايه؟ the rooms, وبعدين بنحط الفعل بتاعنا اللي هو ايه؟ are, وبعد كده بكمل تاني الجملة بتاعتي. طب حد هيقول لي احنا عندنا سؤال وانتي حولتي السؤال لغير مباشر وبعد كده حطيتي full stop, احنا ساعتها هنعمل ايه؟ احنا هنبص لبداية الجملة بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده الجملة بتاعتنا بادئة بايه؟ بادئة بجملة خبرية, يبقى احنا هنحط full stop. شوف كده المثال اللي بعد كده he wanted to know. he wanted to know دي البداية بتاعتنا he wanted to know. البداية بتاعتنا زمنها ايه؟ زمنها ماضي بسيط. طب والسؤال بتاعنا؟ سؤالنا في زمن المضارع. يبقى اذا احنا كده هنحول السؤال بتاعنا لزمن الماضي. يبقى احنا نحط في ذهننا ان احنا هنغير الزمن. طيب نمشي بقى بالخطوات بتاعتنا weather خلاص حطيناه, بعد كده subject the rooms, وبعدين الفعل بتاعنا اللي هو are بقى ايه في زمن الماضي استخدمنا where, وبعد كده بنكمل عادي ونحط full stop. تمام؟ نشوف مثال اخر زي ما احنا شايفين كده نفس السؤال بتاعنا are the rooms quiet. حد هيقول لي خلاص في he asked, يبقى كده اذا ده الموجود عندنا ده indirect. لا ده مش indirect, ده سؤال direct طالما في two inverted commas اللي هم باللون الاحمر دول اللي جواهم بيكون ايه المحتوى اللي جوه ده بيكون مباشر. لما اجي بقى احوله للغير مباشر نبتدي البدايه بتاعتنا هي asked, بعد كده بستخدم weather, وبعدين يلا نحط ايه الفعل بتاعنا the rooms, وبعدين ايوه هنغير الفعل هنخليه في الزمن الماضي هيبقى where, وبعد كده quiet. نشوف جملة تانية مع بعض the shop sells newspapers, يعني المحل بيبيع جرائد the shop sells newspapers. طيب نشوف نحدد كده مع بعض الاول الفعل بتاعنا sells. طب الفعل ده في زمن ايه؟ زمن المضارع البسيط. تمام؟ طيب نبتدي بقى نحط السؤال بتاعنا هنعمل ايه؟ فهل في عندنا فعل مساعد في الجملة دي؟ مفيش فعل مساعد. طب هل ينفع ان احنا ناخد الفعل بتاعنا ونبتدي بيه السؤال؟ لا طبعا ما ينفعش. في الحالة دي انا بستعين بفعل مساعد, يا اما بستعين بفعل do, يا اما بستعين بفعل does, يا اما did, حسب زمن الجملة اللي عندي. يعني بنشوف الاول الزمن وبنشوف هناخد انهي فعل مساعد من الثلاثة دول. نبص كده على الجملة بتاعتنا
في زمن المضارع، المضارع البسيط. يبقى إذن إحنا كده حددنا يا إما دو يا إما داز. طيب هنختار دو أو داز بناء على إيه؟ بناء على الفعل نفسه. الفعل فيه إس يبقى ناخد داز. يلا نبتدي مع بعض. Does the shop sell newspapers؟ يبقى إحنا عملنا إيه؟ حطينا أهو الفعل المساعد بتاعنا، وبعد كده كملنا حطينا the subject أو الفعل، وبعد كده كملنا بالفعل الأساسي بتاعنا بعد the subject، وكملنا السؤال بتاعنا. طب إحنا حطينا question mark، أيوة عشان إحنا بادئين بصيغة إيه؟ سؤال. يبقى does the shop sell newspapers، وبنحط طبعا question mark ما ننساش. طيب does the shop sell newspapers؟ ده عندنا إيه؟ سؤال مباشر. هنحوله بقى لغير مباشر بالبداية بتاعتنا الأولانية دي، هي do you know؟ هل تعرف؟ طيب هنبتدي نعمل الخطوات بتاعتنا، هنحط كلمة whether. طيب حد يقول لي يلا نحط بقى does؟ لا طبعا، احنا does او did او do دي كلها بتتشال لما بتتحذف خالص لما نيجي ان احنا نحول السؤال من المباشر للغير مباشر. بنحذف does، وبعد كده بنعمل الجملة بنفس ترتيب الجملة الاولانية بتاعتنا، مش بترتيب السؤال. يلا نحط معانا the subject اللي هو the shop، وبعدين sell، أيوة خليناه في زمن المضارع لأن احنا بادئين طبعا بزمن مضارع، مضارع بسيط، وهنكمل بنفس الزمن اللي احنا ابتدينا بيه لأن السؤال الأساسي بتاعنا برضو كان في زمن المضارع البسيط. وبعد كده هنحط كلمة newspapers، وحطينا question mark لأن احنا بادئين بصيغة سؤال. البداية الثانية بتاعتنا he asked، يعني هو سأل. طيب يلا نكمل whether، وبعدين the shop المحل اللي هو the subject، وبعد كده ايوه هنغير الفعل بتاعنا بقى، احنا بادئين بماضي وعندنا زمن السؤال المباشر بتاعنا زمنه ايه؟ زمن مضارع بسيط، يبقى اذا هنحوله لزمن ايه؟ ماضي بسيط، يبقى sold، the shop sold newspapers. شوف المثال اللي بعد كده، I can get a bus to Oxford. عندنا الفعل بتاعنا ايه؟ كان، ومعاه كمان فعل get، يبقى فعل كان ده فعل اللي هو modal verb، ومعانا كمان الفعل الاساسي get. A bus to Oxford Street. يلا بينا نعمل بقى ايه السؤال بتاعنا. هنعمل ايه؟ احنا عندنا الفعل المساعد جاهز اهو، هنبتدي بقى السؤال على طول كان، وبعد كده هنحط subject، وبعد كده هنحط ايه؟ الفعل الاساسي بتاعنا، وبعدين هنكمل a bus to Oxford Street ونحط question mark. ناخد بقى السؤال عشان نحوله للغير مباشر. يبقى احنا اهو احنا الترتيب بتاعنا كان، وبعدين subject، وبعدين حطينا الفعل الاساسي بتاعنا، وبعد كده كملنا السؤال بتاعنا. يلا ناخد السؤال بقى ونحوله للغير مباشر. او البداية بتاعتنا he wants to know، هو يريد ان يعرف، ده زمن ايه؟ زمن مضارع بسيط. يلا نكمل whether، وبعدين حطينا subject he، وبعد كده ايوه هنكمل he can get a bus to Oxford Street. طيب حد هيقول احنا غيرنا الضمير، ده كده غلط. لا طبعا مش غلط، واحنا بنحول السؤال المباشر للغير مباشر ناخد بالنا جدا من سياق الكلام. يعني هو بيقول لي انا عايز اعرف الشارع ده الاتوبيس ده رايح شارع اكسفورد ولا لا. طب لما انا اجي احول كلامه هقول ايه؟ اقول هو كان عاوز يعرف اذا كان الاتوبيس ده بيروح شارع اكسفورد. يبقى انا كده غيرت ايه؟ غيرت الضمير، لان انا بتكلم وبنقل الكلام، يبقى بغير الضمير حسب سياق الكلام. نرجع كده مع بعض الجمله الثانيه اللي هنبتديها في الاندايركت. He wanted to know، هو اراد ان يعرف. احنا بادئين اهو بزمن ايه؟ ماضي، وهنكمل yes whether، وبعدين subject yes. الفعل بقى هيبقى ايه؟ كان، هيتغير هيبقى could، يبقى هيبقى كده ايه؟ could get a bus to Oxford Street. تمام. اللي بعد كده عندنا linking words. linking words دي الكلمات اللي بنربط بيها بين اجزاء الجمل، زي ما احنا شايفين كده عندنا مجموعة كلمات، المجموعة دي بنستخدمها في الربط بين اجزاء الجملة. after بمعنى بعد، and بمعنى و، because يعني لان، before يعني قبل، but يعني ولكن، if بمعنى إذا، or بمعنى أو. so
لذلك that يعني أنه أو أنها whether بمعنى إذا when هنا مش بنستخدمها كأداة استفهام هنا هنستخدمها ككلمة للربط يعني نستخدمها بمعنى إيه بمعنى حينما أو عندما which يعني الذي أو التي لغير العاقل نشوف مع بعض بقى الاستخدامات بتاعتهم داخل الجمل Sally's happy عندنا space she is going on holiday tomorrow سالي سعيدة هي عندها تبدأ أجازتها بكرة يبقى إيه؟ يبقى because لأن هي هتبتدي الأجازة بتاعتها بكرة أو عندها أجازة بكرة You will have an accident هيحصل معاك حادث space you are not more careful يعني هيحصل معاك حادث إذا yes if إذا you are not more careful لو أنت مش حريص بصورة كافية طيب نشوف كده مع بعض الجملة اللي بعدها The manager announced وبعدين عندنا space he was leaving the company the following month عايز اقول ان المدير اعلن ان هو هيغادر الشركة في the following month في الشهر القادم يبقى اعلن انه يبقى he announced that تمام بعد كده الجملة اللي بعدها do you know هل تعرف space he is coming or not هل تعرف إذا كان سيأتي أم لا؟ طبعاً ده صيغة سؤال غير مباشر هنستخدم معاه إيه؟ weather بعد كده الجملة اللي بعد كده They are going to Brighton وبعدين عندنا space is a town on the south coast of England هو بيتكلم عن بلد اسمها Brighton البلد دي بتقع على الساحل الجنوبي من إنجلترا يبقى إيه؟ التي تقع يبقى which is a town وهي مدينة بتقع على الساحل الجنوبي لإنجلترا الجملة اللي بعد كده switch off the electricity يعني افصل الكهرباء في عندنا space you try to repair electrical equipment امتى احنا بنفصل الكهرباء أكيد إيه قبل ما إيه ما بنحاول إن احنا نصلح الأجهزة الكهربائية يبقى نستخدم كلمة before بعد كده يونت 11 يونت 11 عندنا العنوان بتاعه tourism بمعنى السياحة يبقى كلمة tourism بمعنى السياحة نبتدي كده نشوف مع بعض our vocabulary المفردات بتاعتنا أول كلمة عندنا bookshop بمعنى إيه زي ما احنا شايفين كده في الصورة bookshop ده إيه bookshop ده إيه ده محل لبيع الكتب يعني ممكن أقول I went to the bookshop to buy a book أنا ذهبت لمحل الكتب لكي أشتري إيه؟ كتاب شوف الكلمة اللي بعد كده square زي ما هي واضح في الصورة بتاعتنا ده عبارة عن إيه؟ ده عبارة عن ميدان يبقى square بمعنى ميدان I went to Talat Harb Square أنا ذهبت إلى ميدان Talat Harb شوف بعد كده road road بمعنى طريق زي ما احنا شايفين في الصورة ده عبارة عن ايه road او طريق for example take the first road to go to Talat Harb Street Square to go to Talat Harb Square يعني خد الطريق الاول لايه للذهاب الى ميدان Talat Harb كلمة اللي بعد كده زي ما احنا شايفين في الصورة roundabout roundabout اللي هو الدوران اللي على الطريق او اللي ممكن نسميه الملف اللي على الطريق for example take the next road just before the roundabout خد الطريق التالي مباشرة قبل ايه قبل الدوران او الملف cross road يعني تقاطع او مفترق طرق The shop is at the second crossroad يعني المحل بيقع في التقاطع الثاني زي ما احنا شايفين في الصورة crossroad بمعنى تقاطع او مفترق طرق كلمة bridge بمعنى ايه زي ما احنا شايفين في الصورة You have to cross the bridge to get to the other side يعني لازم ان انت تعبر الجسر او تعبر الكوبري لكي تصل الى الجهة الاخرى يبقى كلمة bridge بمعنى كوبري بعد كده عندنا directions يعني ايه directions يعني اتجاهات يعني عايز اقول لحد امشي على طول في خط مستقيم يعني ما تحوتش go straight on go ahead
تمام، يبقى امشي على طول في خط مستقيم، يعني امشي طوالي ما تحودش، يبقى ايه go straight on او go ahead. turn left يعني انعطف او احود يسارا. turn right يعني انعطف او احود يمينا. take the second road on the left يعني خد الطريق التالي او الطريق الثاني on the left ناحية ايه اليسار. take the second road on the right خد الطريق الثاني ناحية ايه ناحية اليمين. it's on your left على يسارك، it's on your right على يمينك. ده كل الاكسبريشنز دي ممكن ايه بتجيلنا في شكل دايالوج وممكن بتفيدنا جدا فيه. بعد كده القاعدة بتاعتنا direct and indirect questions WH questions، زي ما احنا اشتغلنا دلوقتي yes no questions هيبقى سهل علينا جدا ان احنا نشتغل WH questions. نفس الترتيب بالضبط، ولكن في حاجات طفيفة جدا ان احنا بنبتدي بأداة الاستفهام او كلمة الاستفهام اللي معانا. نبتدي نشوف مع بعض. اول جملة معانا the museum is at Oxford Street. يلا نحدد مع بعض بقى الفعل بتاعنا. الفعل بتاعنا ايه؟ verb to be is في زمن ايه؟ في زمن المضارع. يلا نعمل عليه او نكون عليه سؤال، سؤال مباشر. هنكون سؤال مباشر، احنا كنا بنعمل ايه؟ كنا بنجيبه في بداية السؤال. طب احنا هيبقى عندنا اداة استفهام، وليكن مثلا اداة الاستفهام اللي هنستخدمها where بمعنى اين، يعني بتسأل على المكان. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ احنا هنحط نفس الترتيب اللي احنا كنا عاملينه في yes no questions بالظبط، يعني هنحط بعده الفعل، عندنا verb to be هنحطه، وبعد كده هنكمل the subject، يبقى where is the museum ونحط question mark بتاعتنا. طيب ناخد بقى السؤال بتاعنا ده زي ما احنا شايفين كده اهو، هناخده وهنحوله للغير مباشر. هنحوله للغير مباشر ازاي؟ نفس الطريقة ولكن باختلاف بسيط جدا، ان احنا مش هنستخدم كلمة whether، احنا عندنا اداة الاستفهام بتاعتنا هنستخدمها ككلمة dropped. ازاي؟ do you know، احنا كنا بنحط whether، لا هنحط هنا ايه where، وبعدين هنمشي بقى ايه بنفس الترتيب، يعني بدل ما هيبقى عندنا الverb الاول هيبقى عندنا ايه the subject الفاعل، وبعد كده the verb، وبعدين هنحط question mark لان احنا بادئين بصيغة سؤال. نكمل he asked، ده عندنا اول خطوة هنعملها اهو، حددنا الزمن، الزمن بتاعنا اللي مبتدي بيه في الغير مباشر زمن الماضي البسيط. طب احنا السؤال بتاعنا كان في زمن المضارع، احنا كده هنحول الزمن بتاعنا لماضي بسيط. طيب هنعمل ايه؟ هنحط اداة الربط بتاعتنا اللي هي كانت اداة الاستفهام او كلمة الاستفهام اللي هي where، وبعد كده the subject the museum، وبعد كده ايوه هنحول الفعل الايه لماضي is هيبقى was. نكمل كده تاني مع بعض جملة اخرى the train leaves at 4 PM، القطار بيغادر الساعة 4 مساء. طب يلا نحدد مع بعض الفعل بتاعنا. الفعل بتاعنا leaves، leaves في زمن ايه؟ في زمن المضارع البسيط. طيب هل في عندنا فعل مساعد؟ لا مفيش، احنا كنا بنعمل ايه؟ كنا لما بيبقاش في عندنا فعل مساعد كنا بنستخدم do does did، اي واحد من دول. طب احنا عندنا الفعل في زمن المضارع البسيط وفي اس، يبقى في الحالة دي هنستخدم ايه؟ هنستخدم does. طيب موقع الفعل المساعد does هيبقى فين؟ على طول بعد أداة الاستفهام، يعني احنا هنبتدي ب what time. what time دي أداة الاستفهام يعني في أي وقت، وبعدين does الفعل المساعد بتاعنا، وبعدين the subject the train اللي هو الفاعل بتاعنا، وبعد كده leave اللي هي الفعل الأساسي بتاعنا. طيب نشوف كده what time does the train leave، يلا نحوله بقى للغير مباشر. اول بداية معانا he wants to know، he wants to know، وبعد كده هنحط ايه؟ يلا نحط ال what time الأداة اللي معانا، وبعد كده هنحط does. لا ده احنا بنحذف does في الغير مباشر، احنا بنحذفها مش بنستخدمها، وبنرجع السؤال لأصله. يعني ايه الأصله؟ يعني بنفس ترتيب الجملة مش بنفس ترتيب السؤال. يبقى what time
ايوه ذا ترين اللي هو سبجكت وبعد كده ايه ليفز، لان احنا ايه بادئين بدايه مضارع طبعا، ايه هنكمل مش هنغير ايه الزمن بتاعنا. طب هي اسكت البدايه الثانيه بتاعتنا، هي اسكت يلا نكمل مع بعض. وات تايم، ايوه ذا ترين سبجكت وبعد كده ليفت، ده حطينا ليف او ليفز حطيناه في زمن الماضي البسيط. طيب بعد كده هناخد بقى exercises. match the words to their meanings، يعني ايه؟ يعني هنطابق كل كلمة من الكلمات اللي عندنا للمعنى اللي بيدل عليها. نركز كويس جدا في الكلمات دي، كل الكلمات دي لها علاقة بالتأمين والسفر وتأمين على وتأمين السفر. نشوف كده مع بعض. أول كلمة معانا insure، insure بمعنى يؤمن أو بمعنى تأمين، يبقى كلمة insure بمعنى يؤمن أو تأمين. insurance policy، insurance policy بمعنى وثيقة أو بوليصة التأمين. insurance policy بمعنى وثيقة أو بوليصة التأمين. بعد كده عندنا insurance agent، insurance agent بمعنى وكيل التأمين، وكيل التأمين. insurance premium بمعنى قسط التأمين. the insured يعني المؤمن عليه. نرجعهم تاني مع بعض، insure يعني يؤمن أو التأمين، insurance policy وثيقة أو بوليصة التأمين، insurance agent يعني وكيل التأمين، insurance premium يعني قسط التأمين، the insured يعني المؤمن عليه. نبتدي نشوف كده أول جملة معانا. number one، a person or company that sells insurance، يعني إيه؟ يعني شخص أو شركة بيبيع insurance، بيبيع التأمين، شخص أو شركة بيبيع التأمين. دي كده بتدل على كلمة إيه؟ اللي هو الشخص أو الشركة اللي بيبيع التأمين، ده طبعا إيه؟ insurance agent. يبقى insurance agent هو الشخص أو الشركة اللي بتبيع إيه؟ التأمين. number two، a person who has insurance policy، شخص لديه أو بيمتلك بوليصة التأمين. الشخص اللي بيمتلك أو لديه بوليصة التأمين بنسميه إيه؟ مين اللي هيمتلك بوليصة التأمين؟ أيوة اللي هو المؤمن عليه، اللي هو مين؟ the insured. يبقى person who has insurance policy، الشخص اللي بيكون لديه أو بيمتلك بوليصة التأمين هو the insured. number three، pay money so that you will get money if something bad happens، يعني هتدفع فلوس او هتدفع المال. so that لكي، you will get money هتحصل على مال، تدفع المال لكي تحصل على مال اذا شيء سيء حدث. دي فكرة ايه؟ دي فكرة التأمين او insure. يبقى pay money so that you will get money if something bad happens، هتدفع فلوس او هتدفع المال وهتاخد المال ده تاني هتسترده اذا شيء سيء حدث. بعد كده number four، a document، مستند، that says what the insurance covers، يعني مستند بيوضح او بيقول what the insurance covers، ايه اللي بيغطيه التأمين، سواء كان medical insurance، سواء كان التأمين بيغطي medical expenses النفقات الطبية، او سواء كان تأمين على السفر بيغطي مثلا ضياع الشنط او الحقائب او كده. يعني الوثيقة اللي بتقول الكلام ده كله، الوثيقة اللي بتحدد فيها كل حاجة دي بنسميها ايه؟ ايوة بنسميها insurance policy، a document that says what the insurance covers، مستند او وثيقة بتبين ايه؟ بتبين التأمين ده بيغطي ايه. number five، money that the insured pays to the agent، يعني أموال أو فلوس بيدفعها المؤمن عليه، المؤمن عليه لوكيل التأمين. الفلوس دي بنسميها إيه؟ بنسميها قسط التأمين أو insurance premium، قسط التأمين أو insurance premium. شوف بقى مع بعض supply the missing parts in the following dialogue. طبعا زي ما احنا خدنا قبل كده في المراجعات بتاعتنا، لما يجي لنا السؤال بتاع المحادثة أو conversation أو dialogue احنا بنعمل إيه؟ بنراجع المحادثة، يعني بنقرأها كلها قراءة عامة الأول
وبعد كده بنشوف مكان النقط، بنشوف الرد على يعني احنا مثلا عندنا سبيس او في نقط وفي عندنا رد بعده، بنشوف الرد نقدر ان احنا نخمن منه ايه النقط دي كان فيها ايه. احنا هنشوف الاول اول سطر في المحادثه، السطر اللي بيصف المحادثه ده برضو بيبين لنا حاجات كتير نقدر ان احنا نستنتج منها الحل بتاعنا. يلا بينا نشوف مع بعض السؤال. Supply the missing parts in the following dialogue يعني اكمل الاجزاء الناقصه في المحادثه التاليه. Sally is talking to her boss Ken Webb. سالي بتتحدث مع رئيسها في العمل، اسمه ايه رئيسها في العمل؟ Ken Webb. About the hotel reservation حول حجز الفندق. يبقى المحتوى بتاع الديالوج بتاعنا او بتاع المحادثه بتاعتنا ان سالي بتتكلم مع رئيسها في العمل عن ايه؟ عن حجز الفندق. نشوف كده مع بعض سالي وكان بيقولوا ايه. كان: Hello Sally, did you book a room for Mr. Ali Sharif yesterday؟ يبقى هو بيحييها الاول وبعد كده بيقول لها يا سالي هل انت حجزتي غرفة لمستر علي شريف بالأمس؟ وفي عندنا بعد كده سال الكلام بتاعها عبارة عن سبيس، والكلام التاني بتاع كان بيقول لها ايه؟ جود. يبقى احنا كده عندنا الكلام بتاع سالي معناه ان هي حجزت ولا ما حجزتش؟ اه طبعا طالما قال جود يبقى هي حجزت، يبقى yes I did. يبقى سالي هتقول له yes I did، ايوه انا فعلا ايه حجزت. قال لها ايه كان؟ good. I hope the hotel بعدين space too noisy. طيب too noisy يعني كثير الضوضاء او مزعج او في ضجيج كتير، يبقى هل هو هيبقى عايزه في ضوضاء ولا مش هيبقى عايزه في ضوضاء؟ اكيد مش هيبقى عايزه في ضوضاء، يبقى ايه؟ isn't too noisy. good. I hope the hotel isn't too noisy. اتمنى ان الفندق ما يكونش ايه في ضوضاء او ضجيج كتير. He likes to have، هو بيحب ان هو يكون ايه عنده ايه؟ اكيد هيبقى عنده غرفة هادئة، طالما بيحبش الضوضاء يبقى اكيد هيحب ان هو يكون إيه يحصل على غرفة هادئة. يبقى نقول كده مع بعض الجملة على بعضها. Good. I hope the hotel isn't too noisy. اتمنى ان ما يكونش الفندق too noisy كثير الضوضاء. He likes to have a quiet room، هو بيحب ان هو يحصل على غرفة هادئة. Sally: Yes, I know. أيوة هي أنا عارفة الكلام ده، أنا عارفة إن هو إيه بيحب إن هو يكون غرفته هادئة. I asked the booking بعدين في عندنا space whether the rooms were quiet and he space تاني that they were. يبقى نفهم من الكلام ده إن هي علشان تتأكد إن الغرف هادئة سألت إيه؟ booking clerk اللي هو موظف الحجز إذا كانت الغرف هادئة أم لا، وهو قال لها يبقى قال يعني ايه he said. طب لو كان في كلمه كان في me object في بعدها مفعول به، يبقى في الحاله دي نختار ايه؟ he told me. طالما مفيش عندنا object يبقى he said. طيب نقول كده الكلام تاني. yes I know I asked the booking clerk whether the rooms were quiet and he said yes they were، وهو قال لي ان هما فعلا غرف هادئه. كان بيرد عليها بيقول لها oh, that's very good. Well done Sally. آه ده شيء جيد جدا. حسنا فعلت يا سالي. طب لما حد هيقول لك برافو عليك أو حسنا فعلت أو very good هتقول له إيه؟ هتقول له thank you. وبكده نكون خلصنا المحادثة بتاعتنا. السؤال اللي بعد كده. Choose the correct answer from A, B, C or D. ده كده سؤال choices. يعني في عندنا A, B, C and D. وهنختار منهم الإجابة الصحيحة. Number one. I'll confirm the reservation يعني هأكد الحجز. احنا لسه دلوقتي في بداية الحلقة قايلين ايه؟ ان بنأكد الحجز بايه؟ yes by fax. I'll confirm the reservation by fax يعني بواسطة الفاكس. استخدمنا preposition او حرف جر ايه؟ by. طيب number two. Switch off the electricity يعني افصل الكهرباء. احنا كنا مستخدمين الجملة دي دلوقتي. Switch off the electricity في عندنا space. You try to repair electrical equipment لما تحاول ان انت تصلح الاجهزة الكهربائية بتعمل ايه؟ هل انت بتفصل الكهرباء after a after ولا b before قبل
ولا سي while يعني أثناء ولا دي and with. طبعا احنا بنختار before كlinking word يعني احنا بنفصل الكهرباء before قبل ان احنا ايه نستخدم او نصلح الأجهزة الكهربائية. Number 3 سلوى wrote to space her telephone booking. طيب هي سلوى كتبت ليه بقى؟ عشان ايه؟ her telephone booking يعني ايه الحجز بالتليفون. نشوف الاول الاختيارات اللي معانا وبعد كده نشوف الجملة ككل. A confirm يعني يؤكد, B think يعني يعتقد او يفكر, C announce يعني يعلن, D pay for يعني يدفع في مقابل. طيب سلوى كتبت علشان تعمل ايه؟ ايوه to confirm ان هي تؤكد her telephone booking. هي اتصلت الاول وعملت telephone booking, عملت حجز بالتليفون وبعد كده عملت ايه؟ كتبت علشان تأكد الحجز بتاعها to confirm her her book, telephone booking. طيب number 4 he got a bad mark, حصل على درجة سيئة, space he did not study the lesson. امتى احنا بنحصل على درجات سيئة؟ نشوف كده مع بعض الاختيارات بتاعتنا. A so يعني لذلك, B because يعني لأن, C although يعني بالرغم من, D but يعني ولكن. طيب هو حصل على درجة سيئة ليه؟ السبب ايه؟ ايوه السبب he did not study the lesson, هو ما ذكرش الدرس. يبقى بالسبب ده احنا استخدمنا ايه؟ because, لان جه بعدها السبب he did not study the lesson, هو ما ذكرش ايه الدرس, عشان كده هو حصل على درجة سيئة. Number 5 space asked the hotel guest whether he needed a single or a double room. طيب في عندنا نقطة وبعد كده asked يعني سأل the hotel guest يعني نزيل أو نزيل الفندق whether إذا he needed a single or double room, هو هيحتاج يحجز غرفة مفردة ولا غرفة لشخصين. شوف الاختيارات بتاعتنا. The safety officer, هل هو طلب من موظف الأمن ولا هل هو طلب من the manager المدير اللي طلب ولا the booking clerk ولا the customer, يعني مين اللي هيطلب المعلومات دي؟ اللي هيطلب المعلومات دي the safety officer يعني ضابط الأمن أو موظف الأمن ولا the manager المدير بتاع الفندق اللي هيطلب المعلومات دي ولا the booking clerk موظف الحجز ولا the customer يعني الزبون أو العميل؟ أكيد the booking clerk أو موظف الحجز. يبقى نقرأ كده مع بعض الجملة بتاعتنا. The booking clerk asked the hotel guest whether he needed a single or a double room, يعني موظف الحجز سأل النزيل بتاع الفندق إذا كان هيحتاج غرفة لشخص أو لشخصين. طيب نشوف بقى بعد كده السؤال اللي معانا translation translate into Arabic. طبعا زي ما احنا قلنا في المراجعة سؤال translation أو سؤال اللي فيه ترجمة بنعمله إزاي؟ احنا بنقرأ الجملة وبعد كده بنحاول ان احنا نفهم المعنى بتاعها. لو في كلمات مثلا قابلتنا واحنا مش عارفين نوصل لها بنحاول ان احنا نخمنها, ممكن نقولها في دماغنا كده باللغة العامية, وبعد كده بنبتدي ان احنا نحط الكلمات بتاعتنا في جملة صحيحة. يعني لازم تكون اللغة العربية بتاعتنا صحيحة, لو هي من English to Arabic لازم يكون العربي بتاعنا مظبوط, يعني مينفعش ان احنا نستخدم لغة عامية في الترجمة. تمام, ولازم يكون راعي فيها كمان ترتيب الجملة بتاعتنا, يعني لازم نبتدي ب the subject اللي هو الفعل وبعد كده الفعل. نشوف كده مع بعض الأمثلة اللي موجودة عندنا. Translation translate into Arabic يعني ترجم للغة العربية. He asked me whether I could have lunch with him on Wednesday. He asked me whether I could have lunch with him on Wednesday. يعني هو سألني, دي طبعا كده ايه, دي طبعا
غير مباشر. تمام، هو ايه؟ هو سألني، he asked me. طيب نشوف كده مع بعض. whether يعني اذا. I could have lunch with him on Wednesday. كلمة Wednesday بمعنى ايه؟ يوم ايه؟ يوم الاربعاء. يبقى هو سألني اذا انا كنت استطيع ان انا اتناول الغذاء معاه يوم الاربعاء. تمام، طيب نبتدي بقى نكتب الجملة بتاعتنا دي باللغة العربية الصحيحة. لقد سألني ما اذا كنت استطيع تناول الغذاء معه يوم الاربعاء. يبقى نشوف كده مع بعض. He asked me whether I could have lunch with him on Wednesday. لقد سألني ما اذا كنت استطيع تناول الغذاء معه يوم الاربعاء. خدتوا بالكم ان احنا حطينا الكلام لغة عربية، ما حطيناش كلام سلانج يعني كلام لغة عامية، يعني رتبنا الجملة بحيث ان احنا ايه ندي نفس المعنى، ما تهناش عن المعنى بتاعنا. طيب نشوف جملة تانية. Can you tell me whether I can find a bank near here؟ يبقى ده سؤال عندنا هو، والسؤال ده غير مباشر برضو. نشوف كده ازاي ان احنا هنحاول نترجمه مع بعض. Can you tell me where I can find a bank near here؟ هل ان انت تستطيع تقول لي هتلاقي فين بنك قريب من هنا؟ ده كده انا ترجمته في عقلي بلغة عامية. طب ابتدي ان انا ايه اغير بقى اللغة العامية اللي في دماغي دي واحولها للغة عربية. اقولها ازاي؟ هل يمكنك ان تخبرني أين يمكنني أن أجد مصرفا بالقرب من هنا؟ يعني إيه؟ يعني عملنا إيه؟ عملنا برضو صيغة السؤال. يعني إحنا مثلا ما غيرناش في السؤال وعملناها جملة خبرية، لا ده إحنا عملنا صيغة السؤال. خلي بالكم إن في عندنا question mark لازم نحطها طبعا. لو الجملة عندنا جملة خبرية لازم نحط full stop. يعني لازم نراعي برضو البنكتويشن بتاعنا، لأن برضو البنكتويشن ممكن بيغير في المعنى. يبقى نرجع مع بعض كده على جملتنا. Can you tell me where I can find a bank near here؟ هل يمكنك، ممكن اقول هل تستطيع ان تخبرني، ممكن دي وممكن دي. يبقى ممكن ان انا اعبر عن الجملة الواحدة بكذا طريقة. ممكن اقول هل تستطيع ان تخبرني، او هل يمكنك ان تخبرني اين يمكنني، او اين استطيع أن أجد مصرفا. ممكن أقول بنك، مفيش مشكلة، أن أجد مصرفا بالقرب من هنا. طيب بعد كده Translate into English. Translate into English ترجم للغة الإنجليزية. عندنا الجملة بتاعتنا، سأل السائح رجلا عن مكان المتحف المصري. طيب نمسك مع بعض كده كلمة كلمة منها. سأل، سأل يعني ايه؟ ask. يبقى يسأل يعني ask. طب السائح، احنا خدنا كلمة السائح بمعنى tourist، ورجلا يعني man. عن مكان المتحف المصري يعني مكان، يعني place مثلا، والمتحف المصري the Egyptian museum. طيب نحاول بقى كده نجمع الكلام بتاعنا كله في لغة عربية يعني مظبوطة، وبعد كده نحاول ان احنا بقى نترجمها بانجليش صحيح. نشوف كده. The tourist asked the man where the Egyptian museum was. The tourist asked the man where the Egyptian museum was. احنا كده ابتدينا بالفعل اهو، وبعد كده الفعل asked، a man اللي هو الرجل، where يعني عن مكان، the Egyptian museum المتحف المصري. تمام، بعد كده الجملة التانية اللي معانا، يمكنك حجز غرف الفندق على الانترنت. يعني you can، طبعا يمكنك يعني you can، حجز يعني احنا خدناها بقى من شوية مع الفوكابلوري بتاعنا اللي هي ايه reserve او book. غرف الفندق اللي هي ايه the hotel rooms. يعني نبتدي كده نجمع الكلام مع بعض. you can book hotel rooms to on the internet.
you can book hotel rooms on the internet. يبقى الجملة بتاعتنا كانت يمكنك حجز غرف الفندق على الانترنت. You can book hotel rooms on the internet. طيب كده بقى احنا نكون وصلنا لاخر جملة معانا في حلقتنا النهاردة، واتمنى ان تكون الحلقة كانت مفيدة بالنسبة لكم واستفدتوا منها. احنا عرفنا direct and indirect questions بانواعهم، وعرفنا ازاي ان احنا نكون الاسئلة دي ونحولها للغير مباشر، سواء كانت اسئلة yes no questions او wh questions. I hope you enjoyed our episode today and found it useful. Until we meet next time, inshallah, my best wishes to you all. أفضل أمنياتي لكم جميعاً.